بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ العمرة الآن بطواف العمرة عن المرحوم قاسم محمد العلي أبو محمد رحمه الله. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه تجاوز عن سيئاتنا وسيئاته. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لقه نظرة وسرورة، اللهم لقه نظرة وسرورة، اللهم لقه نظرة وسرورة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، فأكرم نزله ووسع مدخله. يا رب يا رب يا رب، أدهشهم بعطائك، أدهشهم بمغفرتك، أدهشهم بعفوك يا كريم.